هن ورقتين، الورقة تبع الأمور الإنسانية، والورقة الثانية تتعلق بقضية الانتقال السياسي. الانتقال السياسي، المعارضة لم توافق على قضية السلات اللي اقترحها ديمستورا. قضية الانتقال السياسي هي قضية متكاملة استنادا لقرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف لعام 2013 الملحق بقرار مجلس الأمن 2118 اللي بنص على أنه هو حكم لا يقبل الانتكاس، يعني سلطة تنفيذية كاملة الصلاحيات. إذا قضية الانتقال السياسي هي قضية لا تقبل التقسيم، بأنه نحن نقسمها بين دستور وبين انتخابات وإلى آخره. هذه الورقة الثانية التي قدمها وفد المعارضة